مشاهدينا اهلا بيكم في حلقه جديده مع برنامجكم اتنفس صح. عايزين في بدايه الحلقه نتكلم عن الحرب الموجوده. هي مش حرب اسلحه ولا عساكر، الحرب المره دي ابطالها هم اصحاب العلم، الجيش الابيض، كل دكتور او ممرض او صيدلي، الناس اللي بتنزل وتضحي في حياتها عشان نقدر نقضي على الوباء. الناس دي تعبت من اول ما قررت تدخل في مجال الطب. كلنا عارفين ان الدراسة في المجال ده صعبة جدا جدا. الناس دي بتتخرج مسؤولة عن حياة وارواح الناس، فلازم يبذل كل مجهوده وطاقته عشان ينجح في مجاله. طبعا لما ظهر الوباء وانتشر وبقى فيه حظر، الناس قعدت في البيت خايفة من المرض المعدي، لكن الشخص الوحيد اللي بينزل وبيحارب وبيعافر هو الدكتور. الناس كلها عرفت قيمته ومجهوده، وان كان تقديرها غلط لما فكروا يبعدوا عن التعليم ويتجهوا للسوشيال ميديا والمهرجانات والاغاني والشهرة والفلوس، وان التعليم من اهم الحاجات الموجودة في حياتنا، وان اللي بيجي بسهولة بيروح بسهولة. ايوة في ناس ظهرت الفترة الاخيرة وعملت فلوس وعملت شهرة بسهولة، بس مش ده اللي المفروض نمشي وراه. احنا بنتعلم عشان هدف، عشان نساعد غيرنا ونأثر فيهم بشكل إيجابي. ربنا سبحانه وتعالى حط كل واحد في المكان اللي يستحقه عشان يكون بطل فيه. ودي كانت رسالة نبدأ بيها حلقتنا. هنطلع لتقرير سريع ونرجع لكم تاني. No hay personal, no hay equipos de protección y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas. Así que, por favor, quédate en tu casa. ورجعنا لكم تاني وموضوع حلقتنا النهاردة عن جزء مهم وقد يكون الجزء الرئيسي في جسمنا، لأنه واخد من وزن جسمنا 20% تقريباً، وبيساعد الجسم في حاجات كتير زي الدعم، الحركة، الحماية، التخزين، وبيساعد الجسم في الحفاظ على الأملاح. زمان لما كان حد يشتكي من الأمراض ويقول إنه تعبان كنا بنقول تراكمات الحياة ومتاعبها، لكن في الوقت الحالي المشاكل ظهرت مع الأطفال. فهل السبب سوء التغذية ولا الشغل ولا النوم، ولا يكون السبب الرئيسي طبيعة حياة الإنسان وعاداته وتقاليده؟ تعالوا نعرف أكتر مع الدكتور محمد ممدوح، أخصائي جراحة العظام والمفاصل وإصابات الملاعب. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. في البداية عايزين نعرف إيه هي الخشونة؟ الخشونة كتعريف هي عبارة عن تآكل، هي التهاب في المفصل بيؤدي إلى تآكل في السطح الغضروفي للمفصل. لو خدنا نبذة صغيرة عن ما هو المفصل، فالمفصل في أي حاجة عبارة عن التقاء نهاية عظمتين،
وكل عظمة منهم ليها سطح غضروفي زي الركبة مثلا كده. كالركبة كمثال هي عبارة عن التقاء أسفل نهاية عظمة الفخذ مع بداية عظمة القصبة، كل نهاية منهم ليها سطح غضروفي، زائد أنها بيكون مصاحبة ليها مجموعة من الأربطة والغضاريف اللي بتؤدي إلى درجة من درجات الثبات والاتزان للمفصل. الخشونة عبارة عن أن هذا السطح اللي هو وظيفته بيسهل الحركة للمفصل ويدي درجة من درجات الانسيابية اللي تساعد على الحركة يبتدي يتآكل، وهذا التآكل يؤدي إلى خشونة. طبعا الخشونة هي عبارة عن أي درجات بتختلف على حسب درجة التآكل على سطح المفصل، سواء درجة أولى أو تانية أو تالتة أو الدرجة النهائية اللي بيكون فيها أن السطح الغضروفي ده كله تآكل بنسبة كاملة وأصبح فيه التقاء للعظم مع بعضه، وده بيؤدي إلى درجة من درجات الألم وصعوبة في الحركة. طيب يا دكتور، يعني إحنا بنسمع أن بيبقى فيه مادة هي اللي بتسبب الخشونة دي، مثلا في الركبة بيبقى فيه حاجة بسيطة كده. هي في مادة، هي المادة الجيلاتينية اللي بتبقى داخل كل مفصل، هي فكرتها عاملة زي فكرة الزيت اللي بتحط في موتور العربية، وظيفته انه بيؤدي الى درجه من درجات الانسيابيه والهرموني بين المفصل بحيث انه يقلل درجه الاحتكاك، فبالتالي بيؤدي الى حركه اسهل. طبعا مع درجات الخشونه الماده دي بتقل بالتدريج في درجات او في انواع من صعوبه في وتؤدي طبعا الى صعوبه في الحركه مع الم. وعشان كده احد طرق العلاج اللي هنتكلم فيها بعد كده ان احنا احيانا بنحقن حقن زي فكره الماده الجيلاتينيه اللي بتزود درجه بتعوض اليونه الماده دي بالظبط، وتزود اليونه والانسيابيه على سطح المفصل. يعني اسباب الخشونه ومين اكتر ناس معرضين للخشونه؟ تمام، يعني احنا كاسباب ممكن نقسمها بطريقه لطيفه الى اسباب لا يمكن تفاديها اللي هو اي حد مننا معرض انها تجيله، واسباب يمكن تفاديها بحيث ان هي دي الاسباب اللي ممكن نركز عليها اكتر، ان العيان او الشخص الطبيعي يحاول ان هي ما يجيلوش حاجه منهم عشان لا يؤدي الى خشونه. اسباب اللي يمكن تفاديها اللي هي عامل السن، طبيعي ان كل واحد مع الناس تقدم اللي بتكبر في السن بالظبط الموضوع صعب، مع تقدم العمر ان التاكل دي عمليه مستمره بالعمر، زي فكره الشعر الابيض اللي بيطلع في الشعر بالعمر، فبرضه بيحصل درجه من درجات التاكل اللي نسبتها بتختلف من شخص للتاني. يعني مش معنى ان كل واحد سنه كبر هيجيله خشونه نفس اخوه، لا، كل واحد هيجيله درجه من درجات الخشونه ولكن درجات متفاوته على حسب السن، بتعتمد بقى على السن، بتعتمد على عوامل اخرى هنتكلم فيها زي الوزن والحركه بتاعه العيان والاكتيفيتي بتاعته بصفه عامه. فبالتالي دي احد الاسباب. سبب تاني هو العامل الوراثي، لان في امراض كتيره. طيب يا دكتور، انت حضرتك دلوقتي بتقول العامل الوراثي، طيب انا دلوقتي والدي ووالدتي عندهم خشونه، هل لازم ان انا يبقى عندي خشونه؟ العامل الوراثي معناه ان في ناس عرضه اكثر من غيرهم، مش لازم 100% يجي لهم ولكن عرضه اكثر من غيرهم، زي فكره العيان اللي والده ووالدته عندهم سكر عندهم ضغط، دول بيكون ناس عندهم عرضه ان هم برضو بالذات لو مثلا سكر من الدرجه الثانيه اللي هو بيجي بعد سن ال 40، بالتالي الشخص ده بيبقى عرضه برضو ان هو ممكن يجي له بنسبه وراثيه، وبالتالي ده بيبقى بننصحه اكتر بالاهتمام بصحته ويقلل من السكريات والحاجات دي. كذلك الخشونه، في عائلات معروفه ان بتبقى كل العيله تقريبا بيجي لهم خشونه، بيبقى ليها عامل وراثي وليها ابحاث كتير على الموضوع ده. طيب يا دكتور، انا ازاي اعرف ان انا عندي خشونه؟ يعني ايه الاعراض اللي بتبين ان في خشونه؟ طيب احنا قبل ما نبتدي نكلم في الاعراض نحب برضه نكمل شويه في الاسباب اللي على اساسها نتكلم بعد كده في الاعراض. زي ما قلنا الاسباب، في اسباب لا يمكن تفاديها زي السن والعامل الوراثي، ولكن في اسباب اخرى ممكن تؤدي الى خشونه يمكن تفاديها. من الاسباب دي مثلا الاصابات اللي بتيجي على سطح المفصل، ولو هناخد مثلا الركبه كمثال زي ما حضرتك تفضلت، ففي اصابات بتيجي والكسر بيوصل لغايه سطح المفصل وبيؤدي الى هبوط في سطح المفصل، فبالتالي النوع ده من الكسور مهم جدا ان الكسر يرجع في مكانه بالظبط زي ما ربنا خلقه، سبحان ونحافظ الله على سطح المفصل املس عشان نحافظ على فكره الانسيابيه في هذه الحركه، يبقاش في خشونه بالظبط. ولو ما تعالجش كويس او ما حافظناش على سطح المفصل املس وسيبنا الهبوط اللي حصل على سطح المفصل ده موجود، فبالتالي العيان ده بيعرض لخشونه. اكيد. تاني سبب حاجه زي الالتهابات البكتيريه اللي ممكن تحصل على داخل المفصل، دي طبعا لازم تعالج سريعا، لان اي التهاب ميكروبي او بكتيري بيوصل داخل سطح المفصل بيكون فيه البكتيريا بتفرز بعض الانزيمات، الانزيمات دي بتحلل سطح المفصل، فبالتالي لازم دايما ننظف لو لقينا مثلا حاجه زي الصديد جوه المفصل لازم طبعا يتعالج ويتفضى بسرعه وفي زمن سريع، يعني خلال 6 أو 8 ساعات
يعني دي الفتره كافيه جدا ان البكتيريا تطلع الانزيمات اللي بتحلل سطح المفصل وبتعمل فيه تآكل. وطبعا دي حاجه ممكن تصيب الشباب او الكبار، ودي تعتبر عندنا من الحالات الطارئه. بس زي ما حضرتك قلت بيبقى بنسبه اكبر الناس اللي هم سنهم كبير كسن احد الاسباب. اما التهابات البكتيريه ممكن اي حد يصاب بيها، ولكن دي من الحاجات اللي احنا بنعتبرها طوارئ ولازم تعالج سريعا، وما نسيبش الصديد او التهاب الميكروبي داخل المفصل فتره طويله والا هيؤدي يعني الى ما تسيبوش ياخد راحته بمعنى صح. بالظبط. وبرده من الاسباب الاخرى اللي ممكن نتكلم فيها ان في بعض الامراض اللي بتؤدي الى خشونه مبكره زي التهابات الروماتيزميه والروماتويد اللي بيصيب المفاصل. دي عباره عن ايه يا دكتور؟ دي عباره عن نوع من انواع الالتهابات اللي بسبب المناعه بتؤدي الى تاكل. طبيعه هذا الامراض انها بتؤدي الى تاكل مبكر لسطح المفصل. برضو من الاسباب الاخرى حاجه زي النقرس او الناس اللي عندهم هيموفيليا، ودي بيؤدي ان عندهم نسبه الهيموفيليا بيبقى عندهم مشكله كامراض دم، بتؤدي الى ان بيتكون دم زياده داخل المفاصل، وده برضو بيؤدي الى تاكل في سطح المفصل وبيؤدي الى خشونه مبكره. في برضو اسباب ممكن تفاديها زي مثلا العيانين اللي عندهم تقوس. لو هنتكلم برضو كمثال الركبه، عيان عنده تقوس او عنده التصاق فخذين. بالنسبه دكتور للناس اللي عندها تقوس وبيلعبوا كوره والموضوع بالنسبه لهم عادي؟ طيب، التقوس احد اسباب الخشونه. ايوه احد اسباب الخشونه على المدى الطويل، لان فكره التقوس عامله زي فكره اللي عنده كوبايه ميه وكل يوم بيحط فيها نقطه ميه، فبالتالي الكوبايه ما بتشتكيش في الاول ولسه قادره تستوعب الميه اللي محطوطه فيها، لغايه لما نوصل لمرحله ان الكوبايه اتملت على الاخر، ففي نقطه هتخليها تبتدي تدلدق وتشتكي. نفس الفكره، مش معنى ان هو عنده تقوس دلوقتي ان لازم تجيله خشونه دلوقتي او ان هو هيشتكي منها دلوقتي. ده بقى بالعكس، لو لعيب كوره عنده تقوس احنا ما ينفعش نعمل له استعدال لاي سبب، لان دي هتبوظ الميكانيكا بتاعه رجليه، وممكن تخلي حتى الشوطه اللي كان متعود يشوطها بطريقه معينه هتختلف. ولكن بالعمر، ولو عيان بدا يشتكي مثلا، العيان اللي عنده تقوس للخارج لو بدا يشتكي من الم في الجبهه الداخليه من المفصل، ساعتها معناها ان الحمل بدا يعمل مشكله للركبه. بالظبط، لان هي ميكانيكا ركبه مايله، فبالتالي الحمل نازل على الجبهه الداخليه اكتر من الحمل نازل على الجبهه الخارجيه. صح. وبالعكس في التصاق الفخذين. بالظبط. وبالعكس اللي هو التصاق الفخذين اللي هو هيبقى الحمل على الجبهه الخارجيه اكتر من الجبهه الداخليه، فبالتالي بالعمر والمجهود والكلام ده كله بتبقى الجبهه دي معرضه لخشونه اكتر من الجبهه الاخرى. ودي احنا بنحاول نساعد العيانين في النوع ده بان احنا بنظبط الميكانيكا بتاعت رجليه ونعدلها زي ما حضرتك تفضلت، فبالتالي نخلي الحمل متساوي على الجبهه الداخليه والخارجيه. ممكن نقول سبب اخير كمان هو برضه لو هنتكلم في الرياضيين، الناس اللي بيجي لهم مثلا قطع في الرباط الصليبي او قطع في الغضروف وما عملش العمليه. والسؤال ده يا دكتور ناس كتير بتساله، يعني بالظبط الرباط الصليبي ده مؤثر على ناس كتير جدا. هي الفكره لما الرباط الصليبي يتقطع او الغضروف كمان يتقطع مع الرباط الصليبي، ده بيؤدي هو وظيفته ان هو كان بيدي درجه من درجات الاتزان والثبات للمفصل، فبالتالي لما هيتقطعوا اصبح المفصل معرض لدرجه اهتزاز ازيد من اللزوم، لان احد الاسباب اللي بتؤدي الى هذا الثبات فقدت، اللي هو سواء رباط صليبي او سواء كمان الغضروف اللي هو ليه برضه دور في اتزان وثبات الركبه وامتصاص الصدمات اللي بتيجي على سطح المفصل. زي ما حضرتك بتقول بيت والاساس بدا ينهار. بالظبط. فبالتالي واحد جاله قطع في الرباط الصليبي والغضروف ما عملش عمليه وعايش حياته بشكل طبيعي، بمعنى ان هو برضه بيلعب وبيتنطط وكل شويه ركبته بتفلت منه، مع كل فلته بيحصل احتكاك زياده على سطح المفصل، ده طبعا احد الاسباب اللي ممكن تؤدي الى خشونه في المستقبل في اي مكان في الجسم. فبالتالي دي كلها ممكن نقول عليها اللي انا قلته، دي كلها اسباب يمكن تفاديها. يعني لو عين عنده حاجه من دي طبعا لما بيروح يزور طبيب مختص وبيقيم الوضع يقدر يساعده بان هو يخليه يحميه من خشونه مبكره، بان هو يعالج احد هذه الاسباب اللي ممكن تكون موجوده عنده. طيب الاعراض، ايه الاعراض اللي بتظهر يبين ان في خشونه؟ الاعراض بتختلف وبتتراوح على حسب درجه الخشونه. ممكن تبقى الاعراض عباره عن الم بيجي في المفصل، سواء الم يجي في الجبهه الداخليه لو عنده تقوس، او يجي من الالم من الامام، ويجي دايما عنده شكوى مشهوره يقول لك انا الوجع ده بيزيد بالذات لما مع في قعده التشهد في الصلاه، او مع طلوع ونزول السلالم، او مع المشي لفترات طويله. بالظبط. فبالتالي ده احد الاعراض المشهوره. ممكن كمان يجي بتورم في المفصل، يجي مصاحب ليه ضعف في العضلات،
ممكن يجي يشتكي من طقطقة بدأت تيجي في المفصل ما كانتش موجودة عنده زمان وبدأ يجيله طقطقة، فدي ممكن نقول عليها بعض الأعراض المشهورة اللي بيجي العين يشتكي منها عندك في العيادة. في يا دكتور أماكن معينة أكثر عرضة للإصابة بالخشونة؟ دايما الأجزاء اللي عليها مجهود زيادة أو حمل زيادة طبيعة أو معرضة أكتر للخشونة، يعني بمعنى مثلا زي جزء زي الركبة أو مفصل الفخذ بتبقى فرصة، أو طبعا الفقرات بتاعة الظهر بتبقى فرصة الخشونة فيها أعلى بكتير من أجزاء مثلا زي المفاصل اليد والكوع والكتف، لأن دي أجزاء هي اللي شايلة وزننا وعليها الحمل، بيبقى الحمل اللي كتير عليها، الحمل الزيادة اللي عليها. أضف إلى ذلك مثلا لو مفصل عليه بقى مشكلة من المشاكل اللي اتكلمنا عليها فيها زي تقوس أو قطع في أحد الأربطة اللي فيه، فبالتالي ده بيبقى مفصل معرض لخشونة أكتر من غيره. طيب الحاجة اللي بتأكد إن الشخص ده أكيد عنده خشونة؟ يعني طبعا احنا لما عشان نأكد حاجة زي كده ده بيعتمد على الفحص السريري اللي بيتم في العيادة عن طبيب مختص، زائد بعض الأشعاعات اللي احنا بنطلبها على حسب الحالة أو بعض التحاليل أخرى. بمعنى مثلا عيان الطبيعي إن احنا بنطلب له أشعة عادية مثلا على هذا المفصل عشان نشوف درجة الخشونة اللي موجودة فيه. لو أنا شاكك مثلا في التهاب ميكروبي يبقى لازم أطلب بعض التحاليل اللي بتؤكد هذا التشخيص. لو أنا شاكك إن أو أنا شايف إن عنده تقوس بطلب له أشعة لهذا التقوس عشان نحدد درجة التقوس. وده الأفضل، يعني الإشعة على حد علمي بتكشف كل حاجة بتفصيل. بالضبط، عيان عنده كسر في سطح المفصل فبالتالي بطلب له حاجة اسمها أشعة مقطعية بحيث إن أنا أقدر أحكم على الدرجة بتاعة الهبوط في هذا السطح. عيان شاكك إن عنده قطع في الرباط الصليبي أو الغضروف بطلب له أشعة رنين مغناطيسي بحيث إن احنا ده بيؤكد تشخيصنا وبيساعدنا إن احنا نقدر نشتغل أو نقدر نوصل للتشخيص الصحيح ونعالجه بشكل صحيح. العلاج يا دكتور، وقبل ما ندخل للعلاج، هل في عادات يومية بتسبب الخشونة؟ يعني أنا هاخد من سؤال حضرتك مقولة إن الوقاية خير من العلاج، فبالتالي أكيد طبعا. بالضبط، فبالتالي احنا في نصائح عامة ممكن ننصح بيها الناس بحيث إنها تحميهم أو تقلل من فرصة تعرضهم للخشونة في المفاصل. طبعا أول نصيحة ممكن نديها للناس هي الوزن، إن الوزن من العوامل الرئيسية اللي بتؤدي إلى خشونة في سطح المفصل، لأن الحمل النازل على المفصل زيادة عن قدرة احتماله فبالتالي بيزود الاحتكاك اللي على سطح المفصل فبيؤدي إلى خشونة بكل بساطة. فبالتالي إنقاص الوزن هو عامل أساسي في العلاج وبحسبة بسيطة جدا، يعني المفروض وزني يبقى كام؟ دايما بنقول للعيان قلل 100 عن طولك. احذف 100 يبقى يعني انت طولك 170 المفروض وزنك يبقى افرج 70، ممكن نقبل لغاية 75. فلو حد عايز يحسبها هذه الحسبة بكل بساطة يعني. بس يا دكتور ما بيكونش مثلا في اختلاف من جسم لجسم؟ طبعا بتختلف من جسم لجسم، عشان كده احنا لما بنحسبها بنخليها بشكل رفلي، يعني لو واحد مثلا وزنه طبيعي مش معنى كده ان هو برضه مش معرض لخشونه، ما هو ممكن يكون عنده تقوس عامل له خشونه في المستقبل، او ممكن يكون هو عامل وراثي فهو كده ولا كده معرض، ولكن هي احد الاسباب او احد العوامل المساعده اللي بتؤدي الى تسريع او اصابه المريض بخشونه. فبالتالي كل ما نقلل الحمل اللي على المفصل كل ما درجه الالم ودرجه الورم ودرجه تعرضه للخشونه هتقل. احد النصائح الاخرى الثانيه ممكن ننصح بها الناس هي الانتظام على لعب الرياضه بشكل منتظم يومي، ده طبعا بيؤدي الى تقوية العضلات وبالتالي بيحسن من كفاءة الجسم وبيحسن من حركة المفاصل وبيقلل من درجة الاحتكاك اللي على سطح المفصل. فبالتالي طبعا الرياضة بشكل يومي هي حاجة بعيدا يا دكتور عن الخشونة، الرياضة في الغالب هي افضل حاجة للانسان والجسم الانسان وصحته. طبعا الرياضة دي مفيدة في كل حاجة، انت بتقوي العضلات بتحسن من الجهاز المناعي بتاع الجسم، من نفسية البني آدم نفسه بحركته، كل ده طبعا يعني بيأثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحته بصفة عامة مش بس على درجة الخشونة. لو هنتكلم بقى على الخشونة فطبعا أنت كل ما بتقوي عضلات الجسم كل ما بتقلل الاحتكاك اللي ممكن يحصل على سطح المفصل، وأكيد طبعا الرياضة المنتظم عليها هيبقى محافظ على وزن كويس وعلى حركة كويسة، فكل ده طبعا بيؤدي ان هو يحميه من الاصابه ويحافظ على صحته في المستقبل. برضه من النصائح العامه اللي ممكن ننصح بيها العيان هي يعني ممكن تعتبرها بسيطه ولكنها مهمه، اللي هي نوع الحذاء اللي بيلبسه. كل ما يكون ده مهم جدا. بالظبط، كل ما يكون الحذاء طري كل ما يكون احسن، ان الطري ده معناها ان هو شوك ابزوربشن، يعني بيمتص الصدمات وبيشيل وزن الجسم وبيمتص معاه، غير لما زي ما بيقولوا كده يعني بياخد ويدي. بالظبط،
غير لما يكون واحد لابس جزمة ناشفة أو لابس حاجة فلات، الستات لو هتلبس حاجة فلات أو حاجة بكعب عالي، كل ده بيبوظ الميكانيك اللي ربنا خلقها. يعني لو واحدة لابسة كعب عالي اللي هو 7 سنتي ولا حاجة عالية، بتبقى وزن جسمها مرمي على قدام، فبالتالي ده بيؤدي إلى خشونة ممكن تيجي على سطح صابونة الركبة شخصيا، وبتلاقيهم دايما بيشتكوا من ألم في الركبة من قدام بسبب حاجة زي كده. طيب مثلا في ناس ما فيش عندها القدرة ان هي مثلا تتحرك كتير او ان هي تروح لدكتور، فانت تنصح بايه؟ ان هم مثلا ياخدوا فيتامين او دواء بسيط يحسن من أنصحهم الخشونة؟ بحاجات ثابتة، رقم واحد وهو في بيته يحافظ على رياضة حتى لو على سريره، اللي هو يشد العضلة ويهديها، يشد ويقلل الحاجات دي كلها اسمها بيقوي عضلات الفخذ، فبالتالي بيقوي الركبة. أنصحه بحركة مستمرة، ما يفضلش على طول قاعد على سريره أو على كرسيه، الحركة المستمرة حتى لو بمساعدة عكاز أو مشاية لأهالينا سنهم الكبير، اللي هو لازم يتمشى حتى لو في بيته 5 ل10 دقايق اتحرك كل كده. ساعة، لأن الحركة دي في حد ذاتها علاج. أنصحه طبعا لو هو عنده أحد الأمراض زي الروماتويد والحاجات دي، إن هو طبعا يحافظ إن هو بياخد علاجه بشكل منتظم عشان ميبقاش عرضة لخشونة مبكرة. كأدوية طبعا في الكثير من الأدوية اللي بتتاخد اللي بتغذي الغضاريف، يعني مفيش مانع لو أخد حاجة منهم، هي بتغذي سطح المفصل وبتحسن من كفاءة الغضاريف والمفاصل، فبالتالي بتؤدي إلى تخفيف الألم، وممكن تكون برضه بتؤدي إلى تخفيف أو يعني إبطاء العملية المستمرة اللي بتؤدي إلى خشونة. هل في حل نهائي لمشكلة الخشونة؟ يعني إحنا زي ما قلنا في أول كلامنا إن الخشونة هي 4 درجات، فبالتالي كل درجة بعد ما بنشخصها بنعرف إحنا وصلنا لأنهي درجة بالنسبة للخشونة، بندور على الحل المناسب ليها. طبعا لو عيان لسه خشونة مبكرة جدا من الدرجة الأولى، فبالتالي لسه سطح المفصل بنقول عليه ان هو بخير، ويعني فبالتالي بتبقى القصه كلها قصه نصائح عامه زي اللي انا لسه قايلها، من حيث الرياضة الوزن والرياضه والحركة. والجزمه الطريه ويقسم المجهود بتاعه والحاجات العامه، لو في شويه وجع ممكن يعمل كمادات ميه ساقعه على المفصل، فبالتالي دي بتقلل الالم وبتقلل الورم اللي ممكن يبقى مصاحب للخشونه. لا وصلنا للمرحلة التانية من الخشونة، ساعتها ممكن نبتدي نزود له بعض الأدوية زي اللي كنا بنتكلم عليها، اللي هي الأدوية اللي بتغذي سطح المفصل وبتحسن من ايه من كفاءته. لا وصلنا والله بقى لنهايه المرحله الثانيه وبدايه المرحله الثالثه، ممكن نحقن الحقن الزيتيه اللي بتغذي سطح المفصل وبتزود درجه الانسيابيه والمرونه في هذا السطح وبتقلل من درجه الاحتكاك اللي ممكن دي. يا دكتور تيجي بتبقى عمليات؟ لا دي كلها حاجات بتتم في العياده، دي بنج موضعي كده وبتحقن حقنه جوه سطح المفصل. هنيجي بقى في المرحلة الأخيرة أو المرحلة الرابعة والنهائية اللي بيكون فيها حصل تآكل كامل في سطح المفصل وحصل فيها خشونة عالية، فبالتالي احنا دي بنعمل لهم بقى العمليات بتاعتنا اللي هي بتبقى عبارة عن تغيير لسطح المفصل، سواء تغيير كلي أو تغيير جزئي حسب المكان اللي فيه خشونة، هل هو في الجبهة الداخلية فقط ولا في الخشونة. أضف إلى ذلك بقى عيان عنده مثلا قطع في الرباط الصليبي، ده أنت طبعا بتعمل له عملية لإعادة بناء ده الرباط لازم ده. الصليبي عشان ما تخليه ما يجيلوش خشونه. عيان جاي لك مثلا عنده تقوس وبدا يجي له الم في الجبهه الداخليه من سطح المفصل، طبعا بتعمل له عمليه للاستعداد لسطح المفصل طيب عشان العمليه دي تظبط يا دكتور الميكانيكي. فيها نسبه خطوره؟ هي اي عمليه في الدنيا سواء صغيره او كبيره ليها نسبه خطوره، زي ما اي واحد لو هيعدي الشارع عنده نسبه خطوره لا قدر الله عربيه تخبطه، ولكن ده لا يعني ان انت هتبطل تعمل عمليات او هتبطل تعدي الشارع، ولكن برضه زي ما انت قبل ما تعدي الشارع لازم تبص يمين وشمال تتاكد ان مفيش عربيات، احنا كجراحين في عملياتنا لازم نعمل كل الاحتياطات اللازمه اللي تخلينا نقلل من هذه النسب قدر من المستطاع. الخطوره بتقلل من نسبه الخطوره بالظبط، ان انت طبعا بتعمل التحاليل اللازمه، بتحضر عيانك بشكل كويس جدا، دكتور التخدير لازم يشوفه ويطلب له كل التحاليل واشعاعات اللي علاقه بيه، بتدي له ادويه مسيله للدم بعد العمليه تفاديا ان ما يجيلوش جلطات، بياخد مضاد حيوي عشان ما يجيلوش التهاب في الجرح، لان يعني دي كلها مضاعفات وارده وبتحصل مع اي حد، وانت بتبقى عندك الاستعداد المبدئي او الحاجات اللي بتديها لعيانك عشان ما يحصلوش حاجه من هذه المضاعفات. وربنا يشفي الجميع. يعني الحاجه اللي ممكن اهم حاجه اللي عايز الناس تبقى طالعه بيها هي الوقايه الوقايه الوقايه، خير من العلاج بالظبط في كل حاجه. فبالتالي لازم يهتم بوزنه، لازم يهتم بالرياضه اليوميه، لو عنده اي مشكله لا يتردد في ان هو لازم يروح يكشف ويطمن على نفسه ويشوف، لو عنده مشكله محتاجه علاج لازم يلجا الى هذا العلاج عشان ربنا يحمينا جميعا من هذه الخشونه ان شاء الله. ان شاء الله.
طيب ممكن يا دكتور تقول لنا الرياضات اللي بيحصل فيها إصابات أكتر؟ يعني احنا ممكن نقسم الرياضات للرياضات فيها كونتاكت أو فيها احتكاك عنيف بين اللاعبين، زي الرياضة زي الجودو والمصارعة والتايكوندو والكاراتيه، أو رياضات زي كرة القدم والباسكت والهاندبول، دي بقى فيها احتكاك بين مباشر بين اللاعبين وفيها شوية طبعا قوة وسرعة وعنف، وخاصة المصارعة والكاراتيه بالظبط. فبالتالي دي كل ما يكون في احتكاك أكتر بين الناس، كل ما يكون فرصة الإصابات اللي بينهم بتبقى أكثر وأعنف من إصابات أخرى أو من ألعاب أخرى، زي مثلا لعبة زي السباحة، لا ده واحد بينزل المية بيلعب في المية، بتبقى فرصة الإصابات جوه المية مع مية شايلة وزنه، مع احتكاك أقل على المفاصل، بتبقى طبعا أقل بكتير، يعني بتبقى نسبة الخطورة ضعيفة بالظبط. فبالتالي دايما أنت متوقع تشوف الإصابات بمختلف أنواعها مع الرياضات اللي فيها كونتاكت أكتر بالنسبة للعيبة. يعني إيه هي الإصابات الأكتر خطورة على اللاعب؟ يعني دلوقتي الحمد لله الطب الرياضي تطور، فبالتالي أيا كانت درجة الإصابة إن شاء الله بيكون لها علاج مناسب، واللعيب يقدر يرجع يلعب بشكل طبيعي بإذن الله تعالى غير زمان. طبعا الإصابات بتتراوح من مزق في العضلة أو جزع في الأربطة، وبالتالي دي بيبقى غالبا علاجها ما هو إلا درجة من درجات التأهيل المنتظم اللي بيمشي عليها شهر أو شهرين أو ثلاثة طبعا حسب درجة الإصابة، وبعد كده بيرجع يلعب بشكل طبيعي. ومع الطب الحديث الحمد لله الدنيا اتطورت. الحمد لله رب العالمين. تيجي بعد كده بقى لا ممكن تيجي إصابات زي قطع في الغضروف أو الرباط الصليبي لو هنتكلم على مستوى الركبة، أو مثلا لعيبة زي الهاند بول والباسكت بول اللي هم معرضين أكتر لإصابات في مفصل الكتف، بيجي لهم خلع في الكتف أو يجي لهم قطع في أحد العضلات الدوارة اللي بتحيط بمفصل الكتف، وده برضو الحمد لله بدأ يتعمل لهم ليهم عملياتهم اللي بتتعمل لهم وكلها بالمنظار، وبيرجع بعديها يعمل تأهيل بشكل منتظم وبشكل محترم، ويرجع بعديها يمارس رياضته إن شاء الله بشكل كويس. بالنسبة للتأهيل لو في برنامج معين المصاب يبدأ يمشي عليه من بداية حدوث الخشونة لحد الشفاء، ايه البرنامج اللي يمشي عليه؟ بص، هو التأهيل دلوقتي بقى علم منفصل وعلم مهم جدا وجزء لا يتجزأ من العلاج عشان يرجع اللعيب يلعب بشكل كويس، بمعنى ان العملية اللي بتتعمل للعيب او لأي شخص ما هي الا نص العلاج، مش هو العلاج كاملا، ولكن النص التاني من العلاج هو التأهيل اللي لازم يعمله. عشان كده دايما بنعتبر جراح العظام واخصائي العلاج الطبيعي هم شغلهم مكمل لبعض، ولازم يبقى فيه هارموني وتفاهم بينهم، لان ممكن واحد يبقى الشغل التاني ده بيشتغل على جزء والدكتور التاني بيشتغل على جزء بالظبط. يعني انت لما بتعمل العيان عملية مثلا في كتفه عشان عنده قطع في عضلة او عنده خلع في المفصل، او عملت العيان عملية لإعادة بناء رباط صليبي، او عيان كان عنده قطع في وتر اكيلس فعملت له عمليه على مستوى الكاحل، انت بتبقى مهتم جدا ان كتاهيل في حاجات مطالب انه يعملها في الشهر الاول من تاهيله وممنوع من حاجات يعملها، وفي حاجات مطالب بيها في الشهر الثاني من التاهيل وحاجات في الشهر الثالث. لو عمل تمرين بشكل غلط ممكن يبوظ لك العمليه، ممكن يقطع لك اللي انت عملته، او يعمل لك يمط لك الرباط اللي انت الجديد اللي انت عملته. فبالتالي التاهيل هو مهم جدا ان يتعمل بالفتره الكافيه بتاعته ومع حد متخصص في هذا المجال عشان نوصل للنتيجة الجميلة النهائية، ان هدفنا كلنا ان الشخص ده يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي، سواء بقى شخص رياضي يلعب ينزل يلعب تاني لعبته اللي هو بيحبها، او شخص غير رياضي عايز يرجع يعيش حياته بشكل طبيعي ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا. أنا اللي بشكركم على الحلقة الجميلة دي، ورب يكون قدرنا نقدم معلومة للناس تستفيد منها، وشكرا جزيلا لكم يعني. وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا، انتظرونا بعد الفاصل.
أكيد طبعاً كلنا متابعين الأخبار دلوقتي إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بيزيد بسرعة جداً على مستوى العالم. إحنا كمجتمع دورنا إيه؟ دورنا إننا نقلل من انتشار العدوى، إننا نلتزم بالتعليمات وقت الحظر ونمنع التجمعات. أنا عارف إن في ناس كتير متضررة من موضوع الحظر، وعارف إن في ناس عندها شغلها وناس بتشتغل باليومية، بس إحنا لازم نساعد ونساند بعض عشان نقدر نرجع لحياتنا الطبيعية. في ناس كتير مش مستحملة القعدة في البيت فبتنزل وتعمل تجمعات. على فكرة في دول كتير جدا متقدمة مش قادرة تسيطر على المرض بسبب التجمعات، فاحنا لازم نبدأ بنفسنا، كل واحد يبدأ بنفسه عشان نعدي المرحلة دي. وفي النهاية خاف على نفسك، خاف على أهلك، خاف على بلدك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. انتظرونا في حلقة جديدة مع برنامجكم تنفس صحة.